أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: حالة من عدم الاستقرار الجوي على جنوب وجنوب غرب المملكة بداية الأسبوع، استمرار الطقس الحار في أغلب المناطق، وأيضا استمرار الغبار والرياح النشطة في سواحل جنوب البحر الأحمر. أنتقل الآن لقراءة توزيع الأمطار المتوقعة من السبت إلى الاثنين. نلاحظ استمرار فرصة تشكل الغيوم الركامية الرعدية خلال ساعات الظهيرة والعصر فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، لكن تزداد فرصها أو تتسع رقعتها وتشتد أيضا يوم الاثنين بسبب تأثر المملكة بموجة مدارية رطبة قادمة من بحر العرب. يتوقع أن تؤثر على المملكة يوم الاثنين، وبالتالي تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الجنوبية الغربية. أنتقل الآن إلى خرائط هبات الرياح المتوقعة من السبت إلى الاثنين، حيث يلاحظ استمرار لهبوب الرياح الشمالية الغربية المثيرة للأتربة والغبار في عموم سواحل جنوب البحر الأحمر، أي في المنطقة الممتدة من الليث إلى جازان، وأيضا هناك نشاط في سرعة رياح البوارح أيضا في المنطقة الشرقية وأيضا المنطقة الوسطى، لكن تكون بين الخفيفة والمعتدلة السرعة تمر على إثارة الأتربة والغبار في مناطق محدودة خلال ساعات الظهيرة والعصر. ننتقل الآن إلى التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 33 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة، يوم السبت 44 درجة مئوية مع غبار خفيف، أما ليلة 32، الأحد 42 إلى 33، أما الاثنين ترتفع درجات الحرارة لتسجل 45 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 34 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.